السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اذان کے بعد کی دعا کو سیکھیں گے۔ اذان سننے کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر اس دعا کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب، اللهم رب هذه الدعوة، هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والصلاة القائمة قائمة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة، وسيلة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، والدرجة الرفيعة، وابعثه، وابعثه مقاما محمودا الذي، مقاما محمودا الذي، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وعدته، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، يوم القيامة، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف ال، إنك لا تخلف ال ميعاد، ميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.